من الأشياء الخطيرة جدا في الخصومات والتي حقيقة نرى لها أمثلة في الواقع توريث العداوة، توريث العداوات، وتوريث البغضاء، وتوريث الخصومات. يا أخي الكريم أي إنسان رجل أو امرأة افترض أن يورث دائما الخير لأبنائه، يترك كلمة طيبة، يترك تربية حسنة، يترك أثرا حسنا تجري عليه حسناته بعد موته. بعض الناس للأسف يورث العداوة. تجد أن الأب يجتمع مع أبنائه ويقول والله فلان لا تسلمون عليه فلان لو أنا مت أو صار لي شيء فلان لا تحضرون مناسباتهم لا تتزوجون منهم لا تقفون معهم لا تفعلون كذا سبحان الله بدل ما يورث الشيء الطيب تجن يورث العداوة فتنتقل الخصومة من شخصين إلى عوائل بأكملها ونجد هذا موجودا بعضهم يقول مثلا لأولاده حتى تصل لهذا الأمر يقول لو أنا مت عمكم لا يحضر جنازتي اعوذ بالله. يعني يصل الى مستوى ترى عالي جدا، بعضهم يقول لو تزوجتم من اخوالكم او من اعمامكم او من فلان تحديدا فانتم عصيتموني وانا غاضب عليكم، تجد انه يورث هذا الامر. يا اخي ما ذنب هؤلاء؟ صدقت انا وجدت يعني جيل الخلاف بين يمكن ثالث او رابع جد. نعم صحيح. بينهم الخلاف ومتقاطعين. يمتد يا اخي الى اجيال متتاليه، يمتد الى أجيال متتالية. وحين قد يكون السبب تافه. قد يكون السبب بسيط الرجل العاقل والحكيم الرجل الرزين الرجل صاحب الفهم الرجل الذي خاف الله عز وجل يحاول دائما أن يقلل ويحد من أثر الخصومة والله حصلت خصومة بيني أنا والأستاذ تركي أحاول قدر الإمكان أن أحد من أثرها لكن ما أنقلها لغيري ولذلك يا أخي اليوم الأسر تجد فيه تشتت حتى في العوائل في المناسبات مثلا والله خصومة بين فلان وفلان تجد أبناء هذا وأبناء هذا وقارب هذا وقارب هذا تجد كل مجموعة لحالهم عشان والله هؤلاء يصفون معه وأنهم يعني غضبوا لغضبه و ايضا كما يقولون يعني ان, إن انا الا من غزي ان غويت وان ترشد غزية ارشدي، والله فلان زعلان انا بزعل معه وتجد يستمر هذا الامر، بل بعض الناس وهذا حتى شيء في الواقع، يعني بيسوي مناسبه مثلا وبيعزم احد يقول الله يا أخي بعزم فلان وبعزم فلان بس بينهم خصومة لو عزمت هذا مشكلة ولو عزمت هذا مشكلة أعزم مين لو تركت هذا مشكلة ولو ترى يعني تحصل إشكالية يا أخي إذا في خصومة أحصرها بين فلان وفلان ونسعى في إصلاحها في علاجها لكن لا نقولها إلى الأبناء والبنات معلش الإسمح يمكن هذه نقطة طوفية لنا مهمة والله بعض البنات أنا هذه مواقف تحصل بعض البنات مثلا يتصلون على أقاربهم أو على أخوالهم أو على من يعرفون من أصدقائهم سرا سرا يتصلون سرا عشان الاب لا يعرف عشان لا يدري انه والله قال لهم فلان واهله لا تكلمونهم او فلان واهله لا تسلمون عليهم او فلان واهله لا تزورونهم فتجد انهم يزورونهم او يتصلون يتواصلون سرا وبعض الابناء كذلك يتواصل مع اعمامه سرا وصلنا الى درجات احيانا انسان يستغربها فلذلك ينبغي ان نوقف هذا المد من التوريث